ومن جانبه أشار سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب إلى ما حملته زيارة سمو أمير دولة الكويت من معان أكدت على العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين، والتي ترجمت في البيان المشترك بين البلدين الشقيقين. طبعا تأتي زيارة سمو الأمير مشعل الأحمد الصباح إلى مملكة البحرين بعد توليه مقاليد الحكم لتأكيد العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين قيادة وشعبا. وليس بغريب ما نتجت عنه هذه الزيارة من بيانات ختامية ومن قرارات للمستقبل تعنى بشؤون البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية. وما ظهر من ترحيب أخوي على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب مملكة البحرين وفرحة باستقبال سمو الأمير مشعل الأحمد الصباح وإعطاء جلالة الملك وسام الشيخ عيسى بن سلمان لسمو الأمير مشعل الأحمد له دلالة كبيرة على العلاقة الأخوية العميقة بين البلدين. بالنسبة عن البيان الختامي ونتائج هذه الزيارة تأتي لتضيف حول العلاقة التاريخية بين البلدين، وركزت على عوامل كثيرة أبرزها توسيع الشراكة وتحقيق التكامل بين البلدين، وهو جزء من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ووحدة المصير بين البحرين والكويت لهي أمور كثيرة تندرج ضمن العلاقات الأخوية العميقة بين البحرين والأشقاء في دولة الكويت الشقيقة.